مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. احنا بيان سور نعطيو كلمه للي شاف ما قبل. خليني نرحب بضيفتنا اللي هي مدام اميمه البوراوي، مهندسه ديكور داخلي. صباح الخير يا لاله. صباح الخير، شو احوالك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. دونك اليوم باش نحكيو كيفاش نجمو ندخلوا الحاجات العربيه، احنا حاجات في تراثنا، في الديكور نتاع دارنا العاديه. اما قبل نحب نشوف سبوت الخاصه بالاكاديمي دي شيف. الأكاديمي دي شيف مؤسسة خاصة للتكوين المهني في قطاعي الطبخ والحلويات. تم تأسيسها وفقاً لمعايير ومواصفات دولية حديثة تتميز ببنية تحتية متطورة، ما يجعلها مواكبة للمتغيرات المهنية ومتطلبات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. فيها مجموعة من خيرة المكونين في المطبخ والحلويات بجميع اختصاصاتها المختلفة. تقدم شهادات منظرة ومعترف بها من قبل مؤسسات الدولة، والشهائد المسندة هي مؤهل تقني مهني في الطبخ، مؤهل تقني سامي في الطبخ، ومؤهل تقني مهني في المرطبات، ومؤهل إذا كنت تحبوا تعملوا انسكريبسيون في الأكاديمي دي شيف تطلبوا 23-06-14-14، وإلا زادة تدخل على الباج فيسبوك نتاعهم والانستغرام باش نجموا تحكيوا معاهم من خلالهم، وزادة تشوفوا ليزاكتيفيتي اللي عندهم الكل. أنا الحاجة اللي نجم نقول أنا نعطيها لكم جارانتي اللي هما دي شيف بروفيسيونيل، ناس تحب تخدم، ناس قاعدة تطلع في دي شيف فريمون بروفيسيونيل. تنجم تاخذ شهادة البي تي بي والبي تي اس من عندهم، تنجم تاخذ تحل بروجي نتاعك في تونس وإلا البرا من تونس. تنجموا زادة تمشيوا لهم للمقر نتاعهم نتقاو في مون بليزير النهج الامام الرصع. نعطيو كلمه تولي للشيف. اكيد فاطمه وصلنا للختام مع بعضنا مع الشيف فتحيه، باش نعاودوا نذكروا بمقادير نتاع مقروض الدرع مع الخبز المزيان هذايا. ولا انا عملت الخبز هذايا، الخبز اللي هو بالخضره وبجبن مريح. الخبز هذا الخاصيه نتاعو كونه معبي بالخضره. كي تشوفوا نقصوا الخبزه كيما تشوفوا هكايا، نجيو احنا نقصوا الخبزه يخرج جبن مرياح اللي قلت لكم موتزاريلا ومعاه جبن سيسيليا. تشوفوا الخبز كيفاش طايب، الخضره طايبه في وسطه، معناها انا حطيتها غابي وهي طابت. راهو الخبز نتاعي عملته بالفرينه سبيسيال بيتزا ورده، وعجنته بشويه معدني خميره انستونتاني سمارت شيف. حطيته خمر المرة الأولى، صبيت فيه شوية زيت ديو بلوس، قسمته، وبعد عندي خضرة رابيتها معناها برشتها، وحطيت جبن موزاريلا وجبن المالح متاع مرياح اللي هو جبن مقرونة نسميه، لكن هو راهو سيسيليان مملح باش يعطي النكهة هذاك، خاطر كي يرقد في الملح يعطي نكهة الجبن أكثر. عملته نفرش الجبن فوق الخضرة واللهوث، وإلا نعملو كعابر كيما هكا، نحطو يطيب في كوشة 200، عملت له دوغيوغ، لكن تشوفوا في النتيجة نتاع الجبن قداش مزيانة، قداش جبنه معناها مسلك وبنين إلاستيك وبنين، سورتو مع الخضرة يطلع بنين ياسر. مع هذا عملت الغريبة اللي هي مقروض نتاع درع، يسميوها مقروض درع على خاطر الغريبة نعرفوها فورمتها أما طويلة وإلا أون كون، هذا مقروض درع. مقروض درع بالمقاديره صحفة درع، شطر صحفة فارينة وردة عادية، نحطوا معاها 4 مغارف نشاء سماخت شيف، شطر باكو خميرة نتاع جاتو سماخت شيف، طيبت الزبدة وبس زدتها قد الزبدة قد زيت ديو بلوس نجمة هذاك باش نبسسها، فيه سكر محور، لفيتو الكل لميتو، حطيت فيه صحفة صغيرة جلجلان، ومن بعد نطبعو بطابع المقروض، بعد نلفو في جلجلان الأحمر الكعب، جلجلان مرحي في وسطو لكن الكعب يجي براني. طيبتو في كوشة 160، تعجزو على الترطيب نتاعو كيما تشوفوه، لونو يطلع مزيان دوغي بالقدا ويزيد يتقلاك جلجلان يعطي تقرمشة بنينة. هذا دبرت اليوم، نقول لكم شهية طيبة، واستناونا في دبارات العيد، معناها كل يوم دبارة جديدة. يعطيك الصحة شيف فتحية شواشي. مشاهدينا، أنا حضرت اليوم 4 أطباق مع بعضنا
حضرنا الكمونيه، شفنا كيفاش حطينا زيت نجمه ديو بلوس يسخن، حطيت فيه شويه كمون مش برشا، نص مغرفه قهوه باش ما يعطيناش مراره من بعد في المرقه، قليت فيها اللحم والكبده ولا قلت لكم القلب، اللي يحب يزيد كلاوي ينجم يزيد، دونك هذوما الكل تقلاو. من بعد غطيتهم خليتهم لين سيب الحمام نتاعو، طبخ فيه شويه، وقتها بديت نفوح بشويه فلفل زينه، شويه فلفل اكحل، شويه كركم، وحطيت معاهم مغرفه طماطم معجونه من عند سيكام، مرقتهم شويه خليتهم مغطيين يطيبوا سله سله لين الكمونيه وقفت على زيتها. وقتها زدتها شويه كمون وملحتها في الاخر، ما تملحوهاش من الاول، الكمونيه راهي تغلبكم، اللحم فيه برشا ملح، دونك ردوا بالكم. في التقديم تحطوا لها قرين فلفل وتحطوا لها شويه معدنوس وبصل. بالنسبه للشربه نتاعنا اليوم كانت شرقيه، شربه العدس الاصفر، شفنا كيفاش بطريقه بسيطه برشا وسريعه تنجم في 20 دقيقه ماكسيموم تكون حاضره، تحط شويه بصل معاه، شويه زيت نجمه دو بلوس يذبل بالقدا البصل نتاعك، تحط عليه شويه ثوم ووقتها تسقط معاه العدس وتمرقهم، تخلي العدس نتاعك يطيب يحسي لين يتحل الكعبه، في الاخر تزيدوا عصيره قارص وتزيدوا تشيشه كمون، طفي عليه النار ما تخليهش يغلي. دونك هذه بالنسبه لشربه العدس، معاهم سلطه طماط موتزاريلا، موتزاريلا من عند مرياح بنينه برشا كي صغرونا، قصيتها انا جراير مع الطماطم وحطيتهم انتركالي على بعضهم، فوق منهم شويه فلفل اكحل، شويه ملح، وحطيت معاهم زيت الزيتونه الموجود في تن البدر اللي يعطينا نكهه التن ويفوح لنا السلطه بالكدا بالكدا، وريقات حبق زينوها وتكون حاضره. بالنسبه للبريك، البريك اليوم ما اخترت نستعمل البريك اندستريال خاطر برشا ما ينجحهمش يتحرق بالسهل، انا اليوم وريتكم كيفاش تثنيوها على اثنين، من بعد كل ثلث تحطوه على ثلث لين تتحصلوا على مثلث، دونك المثلث هذاك في وسطه حطيت انا بطاطا مسموطه، حطيت شويه معدنوس وبصل ذبلتهم مع بعضهم، زدت معاهم شويه كبار، شويه هريسه من عند سيكام بنينه برشا تعطينا توزويزه للبريكه، وما تنسوش تحطوا الفخوماج بنين عند مرياح، زاده تن البدر اللي بزيت الزيتونة سقطرناه من الزيت وحطيناه في وسط البريكة وزدناهم العظيمة قليناهم في زيت نجمة ديو بلوس. هذه دبارتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وصفاتنا، أكثر تفاصيل عليها تلقاوها على صفحة الماتينال على الفيسبوك بالعربية والفرنسية، تكتبوا الماتينال تلقاو مقادير وصفاتنا. ديما خليكم معنا على قناة 9 في برنامج الماتينال كل يوم في نفس الوقت، استناوني أنا والشيف فتحية شواشي، إلى اللقاء. مشكورين لشيف يعطيكم الصحة. لوغ هذا كان الختام معهم، احنا نحكيو تويكا ديكور مع مدام أميمة البوراوي. مدام هنا كيفاش نجمو نزيدو حاجات عربي باش تزين لنا دارنا في رمضان ولا حتى غير رمضان؟ دونك اليوم باش نحكيو كيفية إدماج النمط التراثي في الهندسة الداخلية، كيفاش نجمو ندخلو ديزاستيس صغار في الديكوراسيون ولا في الأميناجمون ديسباس باش نعطيو هكا روح نتاع الفولكلور نتاعنا اللي يعطي هكا أن إسبي حلو برشا. دونك نجمو l'étape l'année نعمل intervention في الكونستركسيون والا في الغيمناجمون والا في الديكوراسيون. بالنسبه في الكونستركسيون نجمو نعملو intervention نتاع النمط التراثي نتاعنا في لي بوتر لي شاربونت يكونوا اون بوا والا كان هما ديجا كونستروي اون بيتون، دونك نعملو ان ابياج اون بوا، سينون في لي شاربونت نجم تكون كونستركسيون اون بوا. بالنسبه للتاب الثانيه اللي هي نجمو في الغوفيتمون ميورال والا اوسول، بالنسبه للغوفيتمون اوسول كان باش نحكيو على صالون سيجور نجمو نعملو ان باركي اي في بوا دونك يعطي شالور للسباس، سينون نجم نعملو ان كارلاج و دو بريفيرونس يكون فيها دي كولور صابر ناتوريل فليتون دو بيج دو مارون كلير فونسي غري كلير، سينون نجمو نعملو دو باتشورك. لي باتشورك هما تلقاهم دي بتي كارو دو 10 بار 10 فيهم ديفيرون كولور ديفيرون موتيف يعطيو ان اسبي حلو برشا هكا هكا ان غوفلي للتقاليد نتاعنا وللنمط التراثي نتاعنا. كونسيرنون لابياج ميورال كيف كيف نجمو نعملو دو لا بانتور صبخ بالنسبه للعباد تحب الالوان الرايده، سينو نجمو ندخلو كيلكو توش كيما تشوفوا هكا توا بون هنا في الموبل نجمو ندخلو كيلكو توش دو كولور شوت كوم لو روج لورانج يحيي الاسباس بالكدا. Bien sûr, nous avons comme des objets décoratifs murales avec des souplats, des miroirs avec un cadre en rotin, des coussins en fourrure, tissu interne kif kif, pour faire les traditions internes, un jeté kif kif. Ou bien sûr, nous avons base de l'éclairage, nous avons des lustres en rotin, Halloween barcha, kif kif, bien sûr, les lampadaires, qui m'en chauffe au haka, nous avons mis des décors sur la jambe, qui sont marqués en rotin, ou en bois, haka, qui sont des choses.
شويه تعطي هكا روح مزيانه برشا، وحتى كان دارنا مداغل مداغل نجمو ندخلوا عليها زاد التوش هكا تقليديه، وتعرف انت سو ميلونج راهو يعطي هكا حاجه حلوه برشا لسباس، خاطر لو ستيل موديرن الي ان بو فغوا، كيف ندخلوا عليه نحن لو ستيل اتنيك يعطي شالور للسباس. وزاد كيف كيف نجمو نزيدوا ان تابي بربير نحطوا كليم والا مرقوم، نجمو نزيدوا هكا بوف اون كوير، هذوما الكل يحييوا الاسباس. كيف كيف زاد بالنسبه لريدو دو بريفيرونس نقربوا نعملوا باغ اكزومبل اون لان ولا اون كوتون، ديما نقربوا من تيسيو ناتوريل. نجمو زاد نعملوا ان بانو فيه زاد الزخرفه نتاعنا زاد تقليديه حلوه برشا. دونك سي ان انسومبل سي ان تو ليسونسييل، مانيش لازم نحطوا كل شيء، نحن باش نعطيو معناتها اون جينيرال شنو كيفاش نجمو معناتها نزيدوا دارنا. المهم نحاولوا نعملوا ان دوزاج باش يكون فما ان اكيليبر في الاسباس انتيريور نتاعنا، ومش حتى في ديارنا بركة، اذا حتى في ليزوتيل نلقاو برشا ليزوتيل اللي يخدموا بالطريقه هذه خاصه في الجنوب التونسي نتاع المزيان. صحيح توا تري توندونس لو ميلونج اونتر لونتيك اي لو تراديسيون اي لو مودرن، معناتها يعطي حاجه حلوه برشا تجلب برشا الانتباه، ويعطي ان اكيليبر كما قلت لك اونتر لو فغوا اي لو شو، يعطي حاجه يعطي حاجه حلوه برشا في لو ميلونج اونتر لي تيسيو اونتر لي ماتيريو لي كولور لي زومبيونس، يخلي الانسان مرتاح اكثر. على توسكي اكليراج لي بوجي كلي بورت بوجي توا اللي عاملينهم جدد ستيل قناديل رمضان فوانيس رمضان، نجمو نعلقهم كما نجمو نحطوهم على الطاوله. اي فوالا كما في التصويره هذه معناتها هذيك تنجم تكون معناتها نورمالمون اون تابي مدوره، هذيك حطيناها في تي دو لي افيك دي سسبونسيون هكا تنجم يكونوا اون بوا. كيف كيف تابل دو نوي ما نقعدوش مربوطين بلي تابل دو نوي اللي نعرفوهم في العاده، معناتها نجمو نخرجوا معناتها من المالوف، فهمت؟ دونك هذا الكل يعطي انك ان اسبي حلو برشا للدار والا ان اسباس بيغوتيك والا لوتيلغي والا حتى لي اسباس كوميرسيو لي سالون دو تي. سي تري توندونس توا سو ميلونج سي تري توندونس. ميرسي بوكو أميمة البوراوي مهندسة الديكور الداخلي، ميرسي على المعلومات هذه الكل. نشوفوا سبوت الخاصة بجبن مريح. السيت ويب الخاص بجبن مريح هو www.mariah.com.tn، تنجم تدخلوا عليه تكمانديو اي جبونات حاجتكم بها توصلكم حتى تقوم قدام باب داركم. ونعاود نذكركم اللي هو فقط لهنا نحكيو على فريزون في تونس الكبرى، دونك ولايه تونس الكبرى معناتها اللي تعرفوهم الكل، ان شاء الله بعد يرجعوا للولايات الكل ما تعرفوا حكايه الكورونا والكوفيد وغيره، اما اللي هو جارانتي انه جبن 100% تونسي اللي هو جبن بنين برشا للاسعار في متناول الجميع، اللي هو معناها يوصلكم في ان توت سيكوريتي، اللي يوصله لكم راهو محافظ على اللي نقولوا احنا التباعد، لابس الماسك نتاعو بالجيل وكل شيء، دونك اتهناو من الناحيه هذه. صفصوف طويكا باش نحكي ياسير، دونك الماكله اللبنانيه ما نجمو نكمانديوها كان من عند لابليكاسيون دو ليفريزون ياسير اكسبريس، اللي تحط على ذمتكم اكبر شوا في لي ريستورون اللي موجودين في تونس الكبرى في سوسه وصفاقس والمنستير. البون بلون تاعنا اليوم ولا بلوتو نتاع ياسير اكسبريس هو في جاردان دو كارتاج، اخترنا باش نحكيو لكم على الغاستورون بينز اللي تلقاو عنده الحاجات البنينه الكل كيما البيتزا والمقلوب بيان سور، المقلوب فما سبيسيال فما نوغيتس فما الباغيت فارسي، دونك باش تعدي الكوموند نتاعك شنو تعمل؟ دونك اول حاجه تهبط لابليكاسيون ياسير اكسبريس، تحط على لابليكاسيون في تليفونك تحط اللوكاليزاسيون نتاعك وتختار الريستورون بينز وتعدي الكوموند نتاعك والليفغور يوصل لك حتىك قدام باب دارك. بيان سور تختار شنو تحب تاكل انت والعائله وتوصلكم حتىك قدام باب داركم. ميرسي بوكو ياسير اكسبريس. صفصوفه فاطمة، دونك أنا بدي نحب نقول ميرسي بوكو للي سبونسور نتاعي، نبدا بروسي اتوليي اللي لبستني اليوم والبارح، دونك
دونك يعطيها الصحة على الخدمة المزيانة هذية. دي كيمونو ولا جبيب ولا جلابيت حاجات سور ميزور تلقاهم عندها حتى روب العرايس موجودين. دونك باج فيسبوك وانستغرام روسي اتوليي موجودة في حي النصر، ادخلوا على باج تلقاو أكثر معلومات. كما نعمل غوميرسيمون الحبيبة جولوري اللي موجودة في لاك أن أوتيل كونكورد، باج فيسبوك وانستغرام حبيبة جولوري. لي زاكسسوار اللي لبستهم من عندهم أنا المدة هذه الكل يعطيها الصحة، حاجات هاند ميد وحاجات ياسر مزيانة من لي بيرل بريسيوز. كما نذكر لارتيست كوافور يمن بور لا ميزون بوتي اللي تلقاها في العوينه حي الواحات، باج فيسبوك وانستغرام لارتيست كوافور يمن. ما ننسيش بالطبيعه جويس اللي لبسني تيلت الموسم سيزون السنه نتاع الماتينال، نقول لهم ميرسي بوكو. هما موجودين في 3 بوان دو فونت سكراني بالياسمين الحمامات، باج فيسبوك جويس، انستغرام جويس اوفيسيال، اي لور سيت ويب www.joyce.tn. امشيو اعملوا طلع على نوفيل كوليكسيون برانتون ايتي. دونك انا ما بقى لي كان نقول لكم ان شاء الله شهر طيبه وبنينه، ورد بكم على رويحكم تبي عادوا. يا ربي معنا الناس الكل، باي باي ونقابلوا غدوة بإذن الله. أنا بدي نشكر سونتر دي ستيك باك ستيج اللي تلقاوه في العوينة، باج فيسبوك انستغرام باك ستيج. نعاود نذكركم تلقاو تليفوناتهم تطلبوهم تاخذوا لي رونديفو نتاعكم وتعرفوا لي فورفي الموجودين. نشكر زادة مدام خديجة اللي تلبس في المارك اسمها دوجا، باج فيسبوك نتاعهم اسمها دوجا. دونك شارع البيئة المسعدين في سوسة، التليفون هو 53 726 236. مدام خديجة المزوغي هي لا كرياتريس. زادة نشكر انزو انزو شوز نلقاو في المنزه السابع، باج فيسبوك انزو شوز، انستغرام انزو شوز اوفيسيال. نعاود ذكركم زاد اللي عندهم انزو شوز كيتس اللي تنجموا تختاروا فيهم صبابة الصغيرات اللي يحبوا شنو الشواء نتاعهم للعيد، نخليهم هما يدلوا يختاروا شنو يحبوا. نشكر زاد سي ان دام نلقاو في طريق سكرة، باج فيسبوك انستغرام سي ان دام سكرة. زاد هما عندهم حوايج صغيرات هزوهم يختاروا حوايج عيدهم على روحهم، وان شاء الله كل عام هما حيين بالف خير. وميرسي زاد فريق الاعداد زميلتنا هلا بن جمعه، ميرسي الفريق التقني، ميرسي انتم زاد جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه، شهي طيبه وبسلامه. سكام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. جبن مرياح علاش ليه؟ تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر. مع سمارت شيف مسهلها البنة. تريبليكس جاسترو من مخابر لونفول فارما، متوفر في جميع الصيدليات.